مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام 9 مساء، رصد اخباركم لكل ما جاء في مواقع التواصل وايضا الصحف الالكترونيه. ارحب بخالد. حياك الله اخوي محمد وحياكم انتم مشاهدينا الكرام في انطلاقه جديده من حلقات برنامج اخباركم. اذا هو رصد من مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نبدا في العناوين. الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يدعو المواطنين المتضررة مركباتهم من الأمطار إلى مراجعة اللجان المختصة. نزاهة حالات ضرر طالت بعض المبلغين عن قضايا فساد. بعد إطلاق وسم نحو ترفيه بناء، نشطاء تويتر: ما هو مفهوم هيئة الترفيه عن الترفيه؟ وفاة الداعية الدكتور مهدي قاضي في سجوده بصلاة الفجر الثلاثاء اليوم رحمه الله. حياكم الله مجددا، تلك كانت أهم العناوين ومنها إلى التفاصيل. إذن مشاهدينا، قبل ما نبدأ نتناول أخبار اليوم، هناك تنبيه وتصحيح لخبر ورد بالأمس في برنامج أخباركم، وهو مقطع الفيديو الذي ظهر فيه اختلاط البنزين مع الماء في إحدى محطات البترول بسبب السيول، واللي يدعى فيه من رصد المقطع أن صاحب المحطة يدعى أبو سعد الحقباني. طبعا بعد التحري والتأكد وجب التصحيح والتنبيه أن ما ادعاه صاحب المقطع من اسم صاحب المحطة غير صحيح البتة، وأن الأخ أبو سعد الحقباني فقط مستأجر من المستأجرين للمحطة. ومن باب الأمانة الإعلامية في النقل وعدم التشهير جاء هذا التوضيح، وإحقاقا للحق وجب التنويه حول تصحيح اسم صاحب المحطة. إذن مشاهدينا الكرام ومحمد، خلينا نروح وياكم إلى أولى الأخبار. دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين المتضررة مركباتهم جراء هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرا إلى مراجعة لجان حصر الأضرار في جميع محافظات المنطقة. وأوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للمديرية العقيد منصور الدوسري أن المواطنين المتضررة مركباتهم ليس لديهم تأمين، عليهم مراجعة لجان حصر الأضرار، أما من يوجد لديه تأمين عليه مراجعة شركة التأمين بعد إكمال الإجراءات اللازمة. الجدير بالذكر مشاهدينا الكرام أن محافظة الخرج قد نحت نفس هذا النحو في خبر ورد معنا بالأمس، حيث شكلت المحافظة لجنة لحصر أضرار الأمطار وتعويض المتضررين. إذن مشاهدينا الكرام، تفاعل كبير حول هذه التنبيهات، علما أن هذه التنبيهات تقريبا يعني بدأت بداية هذا الأسبوع محمد وتستمر لمدة 10 أيام فقط، فنحن ندعو للمسارعة. نبدأها في تغريدة لعلي الغفيري حيث يذكر نصيحة لكل من تضررت سيارته بفعل السيول أن يأخذ تقرير من الدفاع المدني في منطقته موجهة لشركة التأمين المؤمن لديها لتعويضه، كما هو موضح بالصورة وأرفق صورة في توضيح. صحيح، التفاعل كبير كان خالد حول موضوع تعويضات التأمين لمن تضررت مركباتهم جراء الأمطار خلال الأيام الماضية. التغريدة التالية تطرح وجهة نظر أو ربما خيار آخر للتعويض: يجب أن تحتوي وثيقة التأمين على التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وإلا لن يستفيد، على حد قول هذا المغرد. أيضا محمد، تغريدة لأحد الأشخاص اللي تكلم في رده على التغريدة الأولى مزيد العتيبي يقول: المعروف أن التأمين لا يشمل الكوارث الطبيعية، أما التعويض يكون إما التعويض يكون من الدولة لسوء الخدمات في تصريف السيول، هذا هو المعروف على حد قوله. إذن خالد والمشاهدين الكرام، كان هناك لغط كبير حول مسألة شمولية التأمين لأضرار الكوارث الطبيعية، ولتسليط الضوء بشكل أكبر عن هذا الخبر معنا على الهاتف الأستاذ عادل العيسى، وهو المتحدث الرسمي لشركات التأمين. حياك الله أستاذ عادل. مرحبا، حياكم الله جميعا. بداية أستاذ عادل، ما حقيقة ما يشاع بأن الشركات تقدم تعويضات للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية، سواء كان التأمين شامل أو ضد الغير أو أي نوع آخر من التأمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقيقة نحتاج نفصل بين أنواع التأمين. أنواع التأمين كثيرة جدا وتختلف من وثيقة إلى أخرى. يعني إذا تكلمنا عن المركبات، أغلب الناس عندهم تأمين ضد الغير. تأمين ضد الغير لا يغطي الكوارث الطبيعية،
بما فيها الامطار لا يغطي. طيب التامين الشامل اللي انت تامين شامل ايه؟ اوكي يغطي اذا كان هو طلب هذا الشيء ودفع قسط مقابله. يعني هو موجود التغطيه في التامين الشامل، موجود التغطيه ضد الكوارث الطبيعيه ولكن بقسط اضافي، طبعا قسط بسيط جدا، بس لازم يكون المؤمن طلب هذا طلب هذه التغطيه وضيفت في الوثيقه. في هذه الحاله يصير هو مغطى في حاله الكوارث الطبيعيه ومنها الامطار طبعا. طيب يعني حاله المنازل استاذ عادل لو تسمح لي، يعني التامين الشامل في جميع الشركات يجب ان يحتوي على فقره تامين ضد الكوارث الطبيعيه. نعم نعم، هو تغطيه، هي تغطيه اضافيه. تغطية إضافية غير التأمين الشامل، يعني هناك أنواع من التأمين الشامل لا تغطي الكوارث الطبيعية؟ التأمين الشامل فيه أنواع كثير، بس يعني في المجمل هو يغطي السيارة وما ينتج وما يحدث لها من حوادث، وأيضا يشمل التأمين ضد الغير، وأحدى الإضافات اللي موجودة هي اللي هو التأمين ضد الكوارث الطبيعية، فهي إذا كانت مطلوبة ومذكورة في الوثيقة فتغطى السيارة في هذا. طيب يعني استاذ عادل يعني بشكل مختصر انه يعني الان وثيقه التامين الشامل في فقره زياده تدفع عليها رسم اضافي وهي نعم. تغطيه اضافيه للكوارث الطبيعيه بذلك حق لك نعم. اما التامين الشامل نعم. بدون اضافه هذه الفقره لا يغطي نعم. نعم. طيب ايش الطرق اللي في حال اذا كانت مضافه، ما هي الطرق التي يجب ان يسلكها المتضررين من الامطار والسيول للحصول على التعويضات؟ الحقيقة طبعا لازم احضار تقرير من الدفاع المدني في حالة حدوث يعني تضرر المركبة او ورق المركبة، لازم تقرير من الدفاع المدني يقدم لشركة التأمين وعلى اساس يتم التعويض لإثبات ان هذه الحالة حدثت فعلا بسبب الامطار. يعني يثبتها بتقرير من الدفاع المدني. طيب إذن الأستاذ عادل العيسى متحدث شركات التأمين، شكرا جزيلا لمداخلتك وتوضيح بعض الاستفسارات اللي وردت للبرنامج مؤخرا بشكل كبير. إذن مشاهدينا الكرام خلونا نروح وياكم الخبر التالي. مشاهدينا توقع موقع طقس العرب أن تتأثر المملكة مع ساعات مساء وليل غد الأربعاء بإذن الله تعالى بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل أجزاء من المنطقة الوسطى ومناطق شمال وشرق المملكة. أيضا إضافة إلى المنطقة الجنوبية الغربية مع تهيؤ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر فوق هذه المناطق حيث يزداد تأثير الحالة يوم الخميس المقبل. وذكر موقع طقس العرب أن التقاء كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب بلاد الشام عبر شمال المملكة مع كتلة هوائية دافئة تؤثر على جنوب ووسط المملكة سيتسبب بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي. ما زالت المملكة تشهد موجات برد قارصة الواحدة تلو الأخرى والتي لم تهدأ منذ دخول فصل الشتاء قبل أشهر، والذي بدأ بكتلة هوائية باردة على مدن تبوك وأيضا القريات وطريف واستمرت هذه الكتل حتى اليوم. صحيح خالد. إذن مشاهدينا الكرام إلى صفحة جديدة في أخباركم. أقر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة الدكتور خالد المحيسة على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثاني بالرياض الأمس بتضرر حالات نتيجة تبليغها عن قضايا الفساد، وأكد في الوقت ذاته سعي نزاهة لكفالة حق جميع المبلغين وحمايتهم وفقا للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أكد أن نزاهة تتعامل بسرية تامة مع معلومات المبلغين. صحيح. وبشأن تأخر التحقيقات في قضايا سبق الكشف عنها قال المحيصن أن لنزاهة اختصاصات محددة تنتهي بإجراءات التحقق والإحالة للجهات المعنية ممثلة بهيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها مسؤولية النظر في التحقيقات. صحيح خالد. إذا مشاهدينا الكرام خبر نزاهة هيئة مكافحة الفساد وأيضا مؤتمر نزاهة الدولي الثاني لقي تفاعلكم عبر مختلف وسائل التواصل. تويتر كان الأبرز دائما في تعليقاتكم، الأولى من حساب طقس الجزيرة يقول فيها صدق وعودكم لهم بالسرية وعدم الإفشاء. في هاشتاج مؤتمر نزاهة الدولي الثاني واللي تقريبا كان في هذا الأسبوع، عبد العزيز الحربي يقول في هالهاشتاج يا محمد وأيضا مشاهدينا الكرام يقول أن الدولة تعترف بوجود الفساد وتنشئ هيئة لمكافحة الفساد، المواطن يرى الفساد كما هو قبل الهيئة وبعدها على حد قوله. التغريدة الثالثة كانت حاضرة
على حساب نزاهة الرسمي، وكانت من المغردة الأستاذ سامي، يقول فيها: لحد الآن لم أرى شيء ملموس منكم. طبعا كان يمنشن حساب نزاهة. نذكر كما ورد في الخبر أن مسؤولية نزاهة خالد تنتهي بالتحقيق في القضايا ورفعها للجهات العليا المختصة. صحيح، منها هيئة التحقيق والادعاء العام، وأيضا الكثير من الجهات المختصة حتى ينتهي بهذا الدور هيئة مكافحة المساعدة. مشاهدينا الكرام، خلونا ننتقل إلى صفحة جديدة في أخباركم. إذا احتل وسم نحو ترفيه بناء الصدارة على موقع تويتر، حيث تفاعل مستخدمو الموقع في المملكة بشكل كبير مع هذا الوسم، ونقلت التغريدات صورا وتعليقات تعبر عن آراء السعوديين في وسائل الترفيه في بلادهم ومدى تأييدهم لها. وعبر كل مغرد عن وجهة نظره وتساءلوا ما هو مفهوم هيئة الترفيه عن الترفيه. طبعا مشاهدينا الكرام، الكثير من الهاشتاجات مختلفة ومتنوعة كانت ردا على آخر الأحداث أو آخر فعاليات هيئة الترفيه في جدة، حيث يعني هاشتاج نحو ترفيه بناء يقول المغرد: إن كانت غايتهم الترفيه فمجال الترفيه المباح واسع وكذلك العوائد ضخمة، ترفيه بريء لا يغضب الرب ويحقق الهدف بإنعاش السياحة. أيضا عائشة شهري خالد كان لها رأي في مسألة الترفيه، وحاضر عبر حسابها في تويتر، قالت فيه: لماذا لا يحترم صوت من يقول احترموا ديننا وإنسانيتنا وعدم فرض هذا العبث والمجون علينا؟ ألسنا في وطن واحد؟ أين مجلس الشورى؟ قالتها عائشة الشهري. أيضا في هاشتاج كلمة توجهها لهيئة الترفيه كتب متعب الشريف، يقول: لو خصصت ميزانية الترفيه للعاطلين والخريجات من سنين لوظائف تسد حاجاتهم أفضل من حفلات ما لها قيمة، فاهمين التطور غلط. إذن خالد والمشاهدين الكرام، كانت تلك جملة من الآراء التي جاءت عبر تويتر، وهي آراءكم التي عبرتم فيها عن خبر هيئة الترفيه. خلونا مشاهدين الكرام ننتقل إلى صفحة جديدة في أخباركم. انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الثلاثاء الدكتور مهدي قاضي، الداعية والمشرف على موقع مأساتنا والحل، وذلك أثناء سجوده في صلاة فجر اليوم. والدكتور مهدي قاضي رحمه الله طبيب واستشاري طب الأسرة والمجتمع في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكان يعمل مشرفا لموقع عودة ودعوة الإسلامي، والذي كان يهتم بالتسجيلات النادرة وتوضيح تطلعات المسلمين، وهو داعي وباحث إسلامي وله مؤلفات مطبوعة وإسهامات في وسائل الإعلام المختلفة. وبعد تداول خبر وفاته رحمه الله، تذكر العديد من المغردين مآثره سائلين له الرحمة والمغفرة من المولى عز وجل. إذا نذكركم مشاهدينا الكرام أن الدكتور مهدي قاضي رحمه الله وخال زميلنا سلمان باهبري، فعزاؤنا له وللأسرة جميعا، وأيضا عزاؤنا لكم. أنتم عبرتم أيضا عن هذه أو هذا الخبر في موقع تويتر وعدة مواقع أخرى عن وفاة الدكتور رحمه الله. يمكن أبرز المغردين كان الدكتور فهد الخضيري، يقول: اللهم اغفر للدكتور مهدي قاضي وأسكنه الجنة، عرفته خلال منبر الطب حيث كان يتحرق غيرة ونصحا للآخرين، مات وهو ساجد بصلاة الفجر، الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب، هنيئا له ولأسرته هذه الخاتمة الحسن اللي يتمناها كل مسلم. الأستاذ الدكتور محمد البشر يقول في تغريدة له على هاشتاغ وفاة الدكتور: هو طبيب ماهر وداعية مخلص، فارت روحه وهو ساجد فجر اليوم، اللهم أكرم وفادته وأنت الكريم، اللهم ارحمه وأسكنه جنتك. التغريدة الثالثة، طبعا التفاعل كان صراحة كبير جدا مع هذا الخبر. تغريدة ثالثة من أحد طلاب الدكتور مهدي رحمه الله، وهو الطبيب صلاح السلمي، يقول فيها: أن تكون طبيبا ثم أستاذا للأطباء، ومن ثم تكون داعية لعموم الأمة، ثم تموت ساجدا، أي شرف نلت، رحمك الله. طبعا الهاشتاج كان بالفعل متفاعل ومتفاعلين فيه المغردين، حيث عبد الله قال: دقيقة مع وفاة الدكتور مهدي قاضي رحمه الله، طبت حيا وميتا أبا عمر، فأحسب أن حسن خاتمته ليس إلا لخبيئة بينه وبين الله نحسبه والله حسيبه.
الله يغفر له ويرحمه. طبعا الدكتور مهدي قاضي كان ايضا احد الضيوف الدائمين لشبكه المجد خالد، كثيرا ما افادنا وافاد الساده المشاهدين باطروحاته، الله يرحمه ويغفر له يا رب. امين يا رب. طبعا احنا بالفعل ننوه وعزاؤنا لاقاربه وللمشاهدين على وفاه الدكتور مهدي قاضي. طبعا محمد، الجدير بالذكر انه كان يعني مما تاثر فيه المشاهدين ان اخر تغريده كانت تقريبا الظهر قبل 16 ساعة، وكانت يعني عن آية قرآنية سوالها إعادة رتويت، وكان هذا يعني ربما مؤثر أن يكون آخر ما ذكره هو في حسابه على تويتر. صحيح. طبعا الجميع ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية تداولت الخبر على نطاق واسع، الأوساط الطبية أيضا، الأوساط الدعوية كانت حاضرة في مثل هذا الخبر حقيقة المؤثر. عزاؤنا للجميع ولأسرته تحديدا. مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. نبدأ مشاركاتكم باستقالة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير من منصبه. نشاهد. المهندس عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية. كم بقية؟ واحدة؟ واحدة. شخص؟ لا واحدة بس. تفضل. طبعا بك أعطيني النص بعد السلام. يلا ما فيها السلام. أرجو قبول استقالتي من مجلس أمانة منطقة عسير. أرجو قبول استقالتي من مجلس من المجلس البلدي. من المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اعتبارا من غد الثلاثاء. طبعا مشاهدينا الكرام، مع هذا الموقف الغريب والعجيب لتجاهل أمين منطقة أو محافظة جدة إعلاميا سأله عن استعدادات المحافظة للإمطار أحد الإعلاميين، نشاهد ردة فعله. بعد 1000 موقف 1300 موقف في 1600 و1300 وعندنا في المرحلة 1 2 3 1000 موقف ونحن شغالين إن شاء الله. شغالين. شكرا. هل جدة مستعدة للإمطار؟ شكرا لكم جميعا. ومن هذه المشاركة إلى مشهد خطير لمواطن بجدة أيضا يوثق له لطالبات على سطح مدرسة دون أي رقيب، نشاهد. شوف الطالبات ابتدائية طالعين فوق سطح المدرسة، لا حسيب ولا رقيب. ثانوية بحر المجاهدين الأولى للبنات. شلون عملية انتحار؟ والله انتحار دي. مشاهدينا أيضا، مع هذا المقطع من الرياض حيث كاميرات المراقبة توثق عملية سطو مسلح لأربعة جنات على محل تموينات، نشاهد. ومن العاصمة الرياض إلى جنوب المملكة حيث جازان، مع المرور الذي استطاع القبض على سائق باص الطالبات المتهور، نشاهد. شوفوا يا ناس أنا كم ماشي 140 داخل على 160. شوف الباص قدامه ما أنا قادر ألحقه. شوف هذا باص نقل الطالبات أكيد حق الجامعة. الآن 160، شوف 160 ماني قادر ألحقه. شوف شوف الباص قدامي كم نسمة في هذا الباص.
أيضا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو مع صورة متداولة لجندي في الحد الجنوبي لم يمنعه أو تمنعه الأمطار عن ترقب العدو، وقد كتب تحت هذه الصورة عبارة عين باتت تحرس في سبيل الله. إذن مثل هذه الصورة وغيرها كثير تداولناها في أخباركم، صور وأمثلة رائعة من حد البطولة والشرف، حيث يسطر جنودنا الملاحم والبطولات في هذا الميدان. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم آمين. ويسدد رميهم آمين. إذا مشاهدينا الكرام بهذه الصورة البطولية نختتم حلقتنا لهذه الليلة، شكرا لكم لمشاهدتنا وشكرا لك أخي محمد. شكرا لك خالد، وأيضا الشكر موصول للمشاهدين. الملتقى غدا بإذن الله تعالى تمام التاسعة مساء، إلى اللقاء.